تمام، من فكرة سلم سلمي. طيب حكيت انه امبراطور، احكي لنا اكثر عن اليابان هلا. خلينا نفوت هلا، هي عفوا فتنا كثير سياسي وعسكري وكذا، هي فترة صباحية اكيد. الامبراطورية شو عم تعمل هلا بوجود رئيس كمان حالي لليابان؟ شو دور الامبراطور، شو دور الرئيس، كيف الحياة، كيف الحياة باليابان؟ يعني هلا نحن حديثا في جامعة دمشق صار في عنا شيء اسمه اللغة اليابانية، عم نتعرف عليها شوي بجامعة حلب كمان، بجامعة حلب يعني عم تدخل الموضوع الياباني، عم يدخل عنا بقوة هلا. بسوريا كان قبل الأزمة يعني، هلا شوي الله يفرجها على سوريا وان شاء الله ما تبتلى مثل هالبلاد كلها ان شاء الله يا رب. فهون بدي وجه تحية للدكتور أحمد منصور بجامعة حلب، هو رئيس يعني أعلى مركز عربي بالدراسات اليابانية، كثير كثير متعاون، وحتى عرض علي انه روح على حلب، يعني هيدا قبل الاحداث الاليمه، الله يفرجها على الجميع ان شاء الله يا رب، والله يحمي الاطفال السوريين بالذات. هي النهايه كل الاطفال والعقول، كنا عم نحكي هيك الصبح. الاطفال هي اللي عم تدفع الثمن من المجرمين في كل الاطراف، بخاصه يعني بالسياسه، من الصراع بالصراع الموجود. ف الحياه لليابانيين، ثقافتهم، ساموراي، تعلمت ساموراي هنا؟ الساموراي هي عبارة عن محارب الياباني، يا ريت فينا نكون ساموراي، بس هو قصة كمان بالدم، ونحن دمنا عربي وبنفتقر بدمنا العربي أكيد. الإمبراطور كان مقدس، كان لا ينظر إليه، كان هو ظل الإله على الأرض. هلا ضمن اتفاقية الاستسلام إنه بده يعلن بشريته، وهيدي كانت الصدمة الكبيرة للشعب الياباني، يطلع الإله تبعهم يقول لهم أنا بشر مثلكم، بس لحديت هلا بعده مقدس. هلا الإمبراطور هلا حكمه شكلي، يعني هي إمبراطورية بالاسم، الحكم الفعلي رئيس الوزراء. هون كمان نجيب سيرة بريطانيا العظمى مرة أخرى، الكينج إليزابيث، كمان الكوين إليزابيث، أنه مجرد شكل، رئيس الوزراء هو الحاكم، نفس الشيء هو الوضع الياباني، يعني مثل ببريطانيا، نفس بريطانيا تماما نفس الشيء. طيب يعني إذا بدنا نحكي عن نظرة اليابانيين إلى العرب، يعني أكيد أنت بيعرفونش هون هل على الهوا بدنا نكون دبلوماسيين؟ هلا بيعرفونا، مو المقصود بيعرفونا، أنا بجوز فهمت شو قصدي، بيعرفوا شو عم نعمل، بيعرفوا وين وصلنا بالحضارة، يعني نحن عم نطلع شوي عن الحضارة اليابانية، ولكن هن كيف بينظروا لنا، كيف بينظروا لتجاربنا اللي درسوا التجربة المصرية؟ ليش بيتعلموا لغة عربية؟ شو الفكرة؟ هون كمان عم نحكي بطبقة مثقفين وطبقة الناس العاديين. طبعا طبقة المثقفين أكيد بينظروا لحضارتنا نظرة كتير عالية، وهلأ في كتير دراسات إسلامية بالطبقة المثقفة اليابانية ليفهموا أكتر الدين الإسلامي. هلأ بالنسبة لعامة الشعب للأسف النظرة إلنا كتير سيئة جدا، بمعنى متأثرين بالإعلام الغربي. ونحن هلأ مثلا ما شاء الله بتشوفي بيروت، بتشوفي دمشق، بتشوفي بغداد، بتشوفي القاهرة، يعني حواضر. يعني أنا بستغرب بعض حتى الأكاديميين مفكرين بيروت صحراء وخيمة وواحة لحديت هلأ، وعم بحكيك أكاديميين مش الشعب العادي. فللأسف هلأ يمكن نحن مقصرين بكشف حضارتنا. هلأ اجتني معلومة من دكتور مسعود ظاهر من شو يومين، كان أحد الأسئلة بتسألين حضرتك أنه المتخصصين العرب بالتاريخ الياباني، فكنت بدي أقول لك أنه في الدكتور مسعود ظاهر هو الأول أكيد، هلأ أنا تلميذه إن شاء الله بمشي على خطاه. للأسف ببغداد خلال دراساتي بس في أطروحتين للدكتور حسن صلاح والدكتور عبد الرشيد بجامعة بغداد مش منشورين، في الدكتور محمد عفيف بالمغرب، يعني عفوا عدد أصابع اليد تعدوا يعني للأسف. بالمقابل في ناس يابانيين عم يدرسوا حضارتنا بس كمان معدودين. فهوني الصراع أو مش الصراع، هوني بدنا نحاول نكشف حضارتنا وهن يقولوا حضارتهم، يعني هون المفروض يكون في تعاون، ليه ما بتعملوا هيك؟ مش تبادل ثقافي، بس تبادل ثقافي مثل منظمة أو هيئة هيك، ما أعرف شو بدي أسميها. هي هلأ موجودة بالنسبة لروسيا، بالنسبة لأوكرانيا، ألمانيا، بتلاقي في تبادل ثقافي عم يصير بين ال لحديت هلأ هون كتير كتير محدود خجول. هلأ المعلومة بس نحن الكتب معنا، عم يقول الدكتور مسعود إنه السفير السعودي باليابان مصدر 10 كتب عن اليابان بس باليابان، فبنتمنى نحصل عليهم. يعني نحن عنا كنز عربي لحديت هلا كمان مش مكتشف، مش معلن عنه. يعني اتصلت بالملحقية الثقافية اليابانية بالمملكة العربية السعودية، وتواصلت مع الإعلام كله، فتشنا على الإنترنت، هالكتب مش نازلين بالعالم العربي، يعني نحن 5 بدنا 10 وبدنا 100 وبدنا 1000 وما ملاقيينهم، الدراسات قليلة جدا. فعشان هيك وضوح الرؤية قليل، وللأسف دايما في نحن بعصر الميديا الإعلام الغربي بيطلعنا بصورة سيئة جدا جدا جدا.
فبدنا نحاول نحن وياكم، ونحن قناة آسيا يعني هون، يعني لازم يكون في أكثر من لقاء وأكثر من اكيد شرف يعني لازم وأكثر من الاهتمام تعارف. بهذا الموضوع هام جدا يعني موضوع هلا مثلا الثقافة. سألت حضرتكم تحت الهواء إنه في يوتيوب، هلا أكيد أنا حابعتها لك حتى الإذاعة اليابانية حابعت لهم هالمقابلة. وفي عندنا مشكلة الترجمة، مشكلة اللغة اليابانية ما فيها ألفابتس، يعني تعلمها كتير كتير صعب. هلا المترجمين من العربي للياباني قليل جدا، عشان هيك مشكورة جامعة دمشق وجامعة حلب. حلب وبمصر بالقاهرة في قسم دراسات يابانية بجامعة القاهرة، بس اهتمامه سياحي، يعني هدفه مبدئيا يخرج مرشدين سياحيين. ما بننكر في المؤرخ الكبير رؤوف عباس بالثمانينات كتب عن اليابان، هو كان مصطفى كامل بأوائل القرن العشرين وبعدين رؤوف رؤوف عباس. عباس فالاهتمام السياسي التاريخي العمق الأيديولوجي يلي بهم رأس القرار العربي قليل جدا. بمصر في تخريج للمرشدين السياحيين، فبنتمنى انه كمان المتخصصين بالتاريخ الآسيوي بالتاريخ الياباني بالتاريخ الصيني يكتروا. كمان ضمن الأخبار عن الجامعة اللبنانية، في احتمال انه يصير في اتفاق تعاون بين الجامعات الصينية والجامعة اللبنانية. فبعد ما صار شيء ما صار رسمي شيء على يعني بس الورق كلام. رسميا. طب شو بتفرق اللغة الصينية عن اليابانية هلا او الكورية؟ لان احنا بنشوف بالنظر بنحس نفس طريقة الكتابة، بس اكيد في فرق أسئلتك رائعة. كل واحدة لحال. أوكي، الأساس هو اللغة الصينية، أساس اليابان هو الصين، اساس بس اليابان الصين. الصين، لا بس أساس اليابان الصين، بس هن بمعنى شو يعني الحضارة؟ بالمعنى الحضاري، ايه بالمعنى الديني، الامتدادات. بس اليابان عندهم ضمن مميزاتهم اللي سألتوني عنها قبل شوي هي الفرادة اليابانية. فمثلا في عندهم بالألفابتس، يعني بس يكتبوها، قلت لحضرتك انه لغتهم كتير صعبة، عندهم 4 ألفابتس. أصلا أول وحدة هي المتخذة من اللغة الصينية، الصينية بعدين طوروها وعملوا الكانجي حبوا يعملوا شيء لإلهم أكيد جوز لحالهم. وهاريكانا. فحتى بيكتبوا طرق باربع طرق بنفس النص. مثلا هون الدموزيل كاتبه نص بالعربي الواضح، مش عربي وانجليزي وفرنسي وبرتغيز، لا هونيك بنفس النص بيكتبوا أربعة، اربع وأنت نصوص. لازم تفهم الأربعة. دبر رأسك بقى عشان هيك نلجأ للغة الانجليزية كحل وسط. كحل وسط. طيب سيد حبيب، إذا بدنا نحكي شوي، قلت لك شو هي مين الطبقة المستهدفة، أو هل الناس اللي عم تكتب لهم عم يتواصلوا عم يتقبلوا؟ قلت لي عامة الشعب لا نعم بالعالم العربي، بس نعم نعم الحكام قلت لك بيعرفوا، قلت لي أبدا ما بيعرفوا. هون النقطة. دائما في عامة الشعب اللي هن نحن منهم وهن منا، وفي رأس الحكم. نحن ما بننظر لرأس الحكم لأنه منه فاضي لهالتفاصيل. هلا بدك الطبقة الوسطى، هي القيادة الوسطى، دائما توجهنا للقيادة الوسطى. للأسف في جهل بهالنواحي لسبب بسيط، يعني نحن هون عندنا الهم الغربي، الهم الأمريكاني، يعني بيقول لي خليني أفكر بأمريكا هلا. هن لعبوا لعبة صح، الغرب وأمريكا، خلونا ننشغل فيهم، أكيد وهن أكيد. أبدا ما عم ينشغلوا فينا، يعني بزتوا لا شغلة هن عم يشغلوا فينا، عم بس ننفط نحن بطريقة والناس. بس بطريقة عنا تانية. شرق أوسط جديد، عنا ربيع عربي، عنا بيفرغوا نحن بيفرغوا أعداد معينة ينشغلوا فينا، بينما نحن أكيد. أعدادنا كلنا عم ننشغل فيهم. أنت عن جد ما بدي أمدح فيك عند الصبح، وأكيد ما بدي أمدح فيك إنه بيشغلوا كم واحد. بالنسبة للدراسات اليابانية تصدم قد ايه اسرائيل مهتمة بالدراسات اليابانية. بعد كبار المؤرخين بالتاريخ الياباني بأوكسفورد وكامبريدج ويال هم اسرائيليين. فكنت عم بقابل الدكتور الفلسطيني اللي بوجه له كتير تحية، لان فعلا مثقف درجة اولى، هو الدكتور حسين ابو النمل. فقال لي هن مطلعين على كل شيء، وين توصل بتلاقيهم. قلت له انه بن امي شلوني، نزيم اورجازم، ايلت. قال لي اكيد، قال لي شوف التاريخ موزمبيق، بتلاقي بالجامعه العبريه حاطين 4 5 يدرسوا كل شيء عن موزمبيق. قال لي رواندا، مجزره رواندا كانوا متنبئين فيها، ما طلعوا مؤرخ وصار يحكي، وانه او عفوا منجم منجم صار يحكي حتصير. لا، ما انت اذا بتدرس الداتا بين الحقد بين قبائل التوتسي والهوتو بدها توصل لحظه صدام. هل بعد سنة، بعد 10 سنين، بعد 100 سنة، هيدا في بده ضربة يصير. يعني. الجامعة العبرية حكيت عنه. طب أنا هلا عم أقول لك إنه لا سمح الله بده يصير صدام، مش قصة منجمين، قصة داتا عنا في أحقاد طب تاريخية. أنت إذا ما بدنا نحكي منجمين،
حضرتك إذا بدنا نحكي داتا عم داتا. تحللها كمحلل نعم. كمطلع على الشأن الآسيوي نعم. بشكل عام، نعم. شو بتلاقي المنطقة الآسيوية إلى أين ذاهبة؟ هل هناك صدامات؟ هل هناك صراعات؟ هل هناك ماذا هناك؟ صدامات أكيد لا، هلأ أكيد لا. هل في جبار آسيوي كتير كبير اسمه الصين؟ أكيد طالع، ومثل ما حكينا أثناء المقابلة صارت أفضل من أمريكا اقتصادياً. كمان بالمقابل حكينا عن الفرادة اليابانية، محلك الغيرة اليابانية، هل اليابان حترضى انه الصين تصير قوة عظمى بالمقابل اليابان متفرج؟ اليابان هلا اكيد عم تسعى لتصير قوة عظمى. اليابان ما بتصنع اسلحة، بس نحن بنعرف التكنولوجيا تبعتها. التكنولوجيا هي هلا. ايه طب في لحظة إذا اتخذ البرلمان اليابان انه صنعوا اسلحة. طب قد ايه هالتكنولوجيا حتفيدهم بتصنيع اسلحة أكثر من متوقع متطورة. قادرين يعملوا أسلحة ما في منها يعني. وقد ايه حتفيدهم اقتصاديا وهن صراع اقتصاديا مع الصين؟ ما حتفيدهم اقتصاديا. طيب افترضنا عملوا أسلحة، في احتمال نفس روسيا بموضوع تصدير الأسلحة باعتبار روسيا هي تقريبا المركز الأول. هلا هون في لو تكنولوجي بالأسلحة وفي الهاي تكنولوجي، نحن عم نحكي على اليابان الهاي تك، مثلا الصين قوة عسكرية عظمى، بس عفوا نحن عرب بنعرف الميج 21. صح يعني عم تطور الميج 21، ميج 21، بس بالنهاية الميج 21 حتضلها ميج 21. دايما انا اختصاص الدبابات صاروا بالتي 92 ايه بس لا التي 55 عم يطوروا التي 55 يعني موديل ال 55 يعني 55 صار 92 هي قصدك يعني ان شاء الله يعني يصير عندك فيراري اذا واحد عنده فيات موديل اللادا السوفيتي هي الفيات موديل ال 1961 قد ما طورها حينافسك بالفيراري ما حيوصل لهالنتيجه بس هل بتقول لي بجيب لك 10 فياتات ضد وحده فيراري بنلحقك كذا يعني ما في ما في مجال للمقارنه اصلا بالتكنولوجيا بس ما هو كمان العدد بيفرق يعني الكسرة تغلب الشجاعة صح. فهلا التطور الصيني بتكنولوجيا نوعا ما قديمة باللادا بالتي 52 بالميج 21 هل اليابان فيها تطلع لنا الزيرو جديدة بهاي تك ما منطوره يعني بتتعدد الأسئلة بس هل في صراع عسكري هلا أكيد لا بس مثل ما قلنا التوتسي والهوتو مستقبليا شو حيصير ما حدا ما يعني صدفة الصومال تصير كالصدفة بكوريا الشمالية طب هلا انا بمقالي كتبته دائما كل يوم تابعوا كل اسبوع مش كل يوم بنسمع انه الطيران الصيني طلع فوق الجزر طلع الطيران الياباني طب لحظة غفلة طلعوا بوج بعض هلا هن بوقتوها انه بس يروحوا نرجع وبس يعني عشان ما يصير صدام والقرار السياسي الحالي اكيد ما بدون صدام بس دائما التنجيم المستقبلي هني وين رايحين بوجودك معنا خلطنا السياسة مع الثقافة مع كل شيء يعني شيء مهم يعني نحن لازم نقعد أكثر من مرة على الهواء لحتى نقدر يعني نحن إمبراطورية بنهاية عم نحكي عنها ما عم نحكي أكيد عن شيء وعم نحكي عن آسيا الكبرى يعني أكيد طب إذا بتحكي لنا شوي عن كتابك توقيع الكتاب أوكي توقيع الكتاب الحمد لله كان رائع كتابي هو تاريخ اليابان السياسي بين الحربين العالميتين كان كبار المثقفين بتشكرهم اجوا ونوروني و تم التوقيع بلبنان بمعرض الكتاب العربي كان بلبنان كمان كانت الطبقة المثقفة اللي نورتنا الاعلام غطيها هون الملفت انه اجوا ناس كوريين وصينيين اشتروا نسخ من الكتاب رغم انه انا كنت مثلا بتشرف انا اهديهم اصروا يشتروا كان الملفت انه الصيني بيحكي لغة عربية فصحى فصحى صح كان في اهتمام كمان من السفارات الغربية بالكتاب السفارة الأمريكية السفارة البريطانية يعني هون كلنا عم نحكي عن منظومة غربية تهتم بالمثقف العربي وتتابع ما يصدر بشكل أكثر من رائع حتى السفيرة الدنماركية بسوريا كانت في لبنان وحتى سألت عن الكتاب فهيدا كنت انا كمثقف يعني بتمنى سفير عربي يسال يعني فكنت بشعر باعتزاز يا استاذ عم انا عندي مشكله بهالموضوع كل ما حكيت برد ما بدي حديث بطول يعني عن موضوع العرب ليش ما بيحبوا الثقافه ماشي مشان هيك بتمنى العرب منك تختم لنا بجمله يابانيه وترجم لنا اياها اوكي بس بدك تحكي لي اياها مع التون الياباني باللهجه الياباني ايه على اساس انت هلا اسهل شيء التعريف دائما بس واتشابي بدوي ديس يعني انا حكيت ياباني عربي بدك تحكي ياباني لا ياباني لا عم بقول لك عارف عن اسمي طيب انا بدا السيد بدوي قلت طيب لك هون بيلجأوا دائما للاسم الصغير للاسم العائلي مش للاسم طيب الصغير فهيدي هو التعريف
وإن شاء الله العالم العربي بيطلع على الشرق الآسيوي لنهضة عربية. بدي تقعد على أساس أنه أنت مكاني بدنا نختم هالمقابلة بالياباني. أنا مصر تحكي لي بالياباني بس بالنغمة اليابانية. والله هيك عم تحرجني يعني، بقول لك اللغة اليابانية كتير صعبة. طيب باللهجة اليابانية العربية. تمام. نعود لآسيا والاهتمام العربي بآسيا، وبتمنى يكون نهار الجميع سعيد ويقضوا نهار حلو ويتذكرونا بالخير. طيب شكرا لك. شكرا لك استاذ حبيب بدوي على تواجدك معنا، ومتمنى لك التقدم بكل دراساتك المستقبلية. مشاهدينا خلينا هلا نروح لفاصل صغير، بنرجع بنكون مع الفقره الاخيره من صباح اسيا. ابقوا معنا.